كيجيب السعادة في الحياة هو يكون عندك لي. الدراري بغيت نقول لك واحد القضية مهمة. السعادة الصاط ما كتجيش من الساعة اللي كتلبس ولا الفيلا فاش كتعيش ولا الحديدة اللي كتسوق. ماشي هادشي هو اللي كيجيب السعادة. غنقول لك فريمون واش اللي كيجيب السعادة الصاط. اللي كيجيب السعادة في الحياة هو يكون عندك الاختيارات. نقدر نوض يوميا نمشي بكري للخدمة ونتقاتل يوميا، ولكن اللي كيخليني فرحان هو راه أنا اللي اختاريت داكشي. كان ممكن نصبح ناس طال 12 ولا وحدة، ولكن اختاريت كنت تبزز عليا ما نكونش فرحان الصاط. شتي الا كان عندك الاختيار دابا تسافر فين ما بغيتي في العالم ويقدر ما تسافرش وتكون فرحان لان انت اختاريتي ما تسافرش، ولكن الا ما كانش عندك الاختيار وتكون مجبر انك تخدم وتجلس في نفس البلاصه ومكرفس وما عندكش الاختيار تما تحس بالتعب. غير ملي كتكون قادر دير الحاجه وكتكون انت اللي كتختار كتكون شي حاجه زوينه. يقدر تكون عاجبك شي طوموبيله وعندك الفلوس غادي تحس بالسعاده. يقدر عندك الاختيار ديال تمشي تشريها وتقدر تكون قررتي ما تمشيش تشريها، يعني ديجا راك حاسس بالسعاده اصلا. ماشي بحال الا شايف ديك الطوموبيله وما عندكش باش تشريها وباغيها وكتشوفها وكتحسر وما عندكش داك الاختيار ديال انك تاخذها. عندك اختيار واحد هو ما قادرش للاسف. علاش قلت هاد الهضره ديال الاختيارات؟ لان اليوم كريم مشيت نقضي واحد الغرض وتلاقيت مع واحد خونا وقال لي واخي سي واش نوضك دابا؟ انا بلاصتك والله ما نوض مع هاد الوقيته هادي نصبح ناعس. غنقول ويلي بقيت كنفكر علاش انا فرحان وهو غضبان؟ لان فقت انا بخاطري هو بزز. يو جايز بدلنا حوايجاتنا بالزربه ونمشيو نتحركوا شويه نمشيو نترينيو اخيرا يا خير رجعنا عاوتاني للخدمه والعمل والونترينمون والريجيم والدايت ورجعنا للحياه ديال بانكوك في المغرب. والله الا انا براسي ما متيقش عايش في المغرب احسن من كنت عايش في بانكوك. ولكن هذا الفيلم هذا غادي يسالي في شهر 12 لان البرده ديجي غادي يسالي هذا الفيلم هذا. دونك الواحد في شهر 12 خصو يهرب معلم لشي دوله فيها شي جو استوائي. الاخوان انا كنقصد الميساج ملي كنكون مدوش شي ميساج كنكون مدوش شي ميساج كبير يعني بعيد على الكلاش وهذا الشيء. تظن تصدم ان بنادم تيقول لي عبرتي اخاي كلاشيتي واحد ما عرفتش اول مره كنعرفو ايمن سان باشي لعيبه بحال هكا مزيان عطيتيه للراس. اللي عنده شي حساب مع ايمن اللي عنده شي حساب مع كريم اللي عنده شي حساب مع امين تيجي عندي انا فهمتي ديك اللعبه ديال عبرتي عليه عطيتها الصبر. انا راه ما باغيكش انت تمشي تضيع وقتك تجيب المليون. انا ما كلاشيت حتى شي واحد وما عندي حساب مع حتى شي واحد. انا ملي كندوي في شي حاجه خليني انا انا وياك انت انا جالس مقابل معاك انت كندوي معاك انت. انت ما باغيكش تمشي تضيع وقتك تقاد الباج فيسبوك المليونيه وداكشي اللي طرا مع فيسبوك غادي يطرا مع اليوتيوب ان شاء الله وانت تبقى مجرجر وخدام اليوم. وهادشي اللي طرا مع فيسبوك غادي يطرا حتى مع انستغرام بايد وغادي يطرا مع كلشي. خاص غير شويه ديال الوقت والزمان غادي يوريك. دونك انت كنحاول نوجهك كنقول لك ما تضيعش وقتك. وراه ماشي عيب دير مليون راه زوين دير مليون اصاحبي، ولكن بروفيتي في داك المليون ما حدو ما حد قادر تريتش هذاك المليون. حاول تبروفيتي فيه وتصنع منه شي مليون دولار قبل ما يمشي اصاحبي. راه بزاف ديال الشانيلات في اليوتيوب كلاو العصا ما بقاوش كيريتشوا الفولورز ديالهم وما بروفيتاوش فيهم فهمتي. كاين اللي بروفيتا كاين اللي ما بروفيتا. مليون ديال الدولار الاخوان كيبقى رقم انا ما كرهتش تجيب 10 بالرجوله. مليون از فاكين نوتينغ اصاحبي ما يجيبلكش حتى شي فيلا محترمه في الرباط ما عادش تعيش الحياه بمليون. مليون يلاه تفوتي مع عتبه الفقر كما كنقول ديما فهمتي. حاول تجيب 10 10. دونك الاخ واخا تكون باغي دير اليوتيوب ودير المليون ما تقولش باغي ندير مليون فولور. دخل اليوتيوب وقول باغي ندير مليون دولار. ديك الساعه عندك الهدف صحيح الدخل غادي تضرب وتخرج بحالك ولات ولا مابقيتش كتريش شي فولورز ولا تسدات لك الشانيل اليوتيوب ماشي مشكل. ما ترتبطش صاحبي عاطفيا مع المليون ديال الفولور في اليوتيوب ولا الانستغرام. ارتباط خطا. نهار غادي يمشي لك الكونت غادي تحماق اصاحبي. ارتبط بالمليون ديال الدولار اللي ما جبتهاش هذا العام العام الجاي من 10 سنين من 20 عام. ارتباط عاطفي باش الا كنتي غادي في اليوتيوب كتصنع المليون دولار وتسد على مثلا وصلتي 300000 وتسد دونك راك باقي في الجول عاود شانيل اخرى. ولكن راه الا ارتبطي بالمليون ديال الفولور ومشي عليك اتحماق اصاحبي. خلي الهدف ديالك شي حاجه كبر شي حاجه كبر اصاحبي. ونعاود عليك عاوتاني باش نمشي نترينيها الاخ. هذا المليون ديال الدولار راه رقم بالرجوله خصك شي 10 المليون. على حقاش المليون ديال الدولار كان شحال هادي في عيد بانه وجدتي كان كيدير شي حاجه. دابا راه ما كيجيش حتى فيلا محترمه في الرباط في حي الرياض ما كيجيبهاش اصاحبي. خدام على المليون
فولور في الانستغرام، تويتر، يوتيوب، فيسبوك، الله يكمل لك بخير. غير بليز ما ترتبطش بها عاطفيا، على قداش المشكل كيطرى للدراري وكيرتبطوا بدوك الارقام عاطفيا، كدوها تقول انا عندي انستغرام مليوني. نو ما عنده حتى شي قيمه هذاك الانستغرام المليوني الا ما كانش دخل لك واحد المليون ديال الدولار وباقي يجيب لك ان شاء الله جوج وثلاثه واربعه. يرسدو حسن لك الا ما كنتش كتدخل منه الفلوس، والله الا يرسدو، لان صاحبي اخي بحاجه هي الشهره والفلوس ما كايناش. الاخوان تبارك الله عليكم وبالتوفيق عليكم، والصادق خاصك تديها شويه في حياتك وتديها في شغلك وتديها في جيبك، ملي غادي تركز مع هادو غادي يكبروا، ما تبقاش مركز مع الكلاشات، عليها كثروا الكلاشات في الويب، لان انت مركز معاهم والاخر مركز معاهم وما يكبروا. ما عادش كاين بنادم تيجي يقول لي اخويا شتي داكشي اللي في اليوتيوب شي ترند كلاش هذا هذا كلاش هذه هذه كلاشات هذه الفنانه هذا هذا صد داكشي، عرفتي علاش طاري؟ لان الناس مركزه معاه. وير ذا مايندز جو ذا انرجي فلو، داكشي اللي كتركز معاه بعقلك كتمشي الانرجي وكيكثر من تخيل. دوك الفيديوهات ما يدخلهم حتى واحد واخا مستحيل بالعقليه والمينتاليتي والمايند سيت اللي عندنا في المغرب، مستحيل. تخيل غير تخيل ما غادي يدخلهم حتى واحد، صافي مالهم اللي كيلوحوا ما يقولوا هادشي ما مشيش وغادي ينساوه ويمشيو الناس يركزوا في شي حاجه اخرى، وداكشي اللي غادي يركزوا فيه غادي يكبر من صرفنا. والله الا سرت والله الا سرت. يوم نور الخدمه الخدمه الخدمه، جا وقت اللعبه معلم، ولكن الخدمه هي اللي كتسبق، ودابا ما كاين غير اللعب 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 اللعب. ومن ورا الصاد غادي نتعشى عاوتاني نقرا شي كتاب ونعس، وغدا عاوتاني نوض عاوتاني الخدمه الخدمه الخدمه. يا سال عاود صافا بخير. الخدمه 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 والالتزام هو اللي كيعطي النتيجه، والخدمه يوميا ماشي نهار في السيمانه وماشي سيمانه في الشهر. طلع ليا فراسك العاود فيديو فاش قلت له بغيتي تمشي تولي بحال شي واحد شوف شنو كيدير ودير. واحد الاخ صيفط لي قال لي انا باغي ندير بحال مارك زوكربيرغ، خاص اولا بعداك تكون عندي شركه بحال الفيسبوك. دونك ديك الهضره خاوي لا ماشي خاوي. جاتي تسول شنو كيدير مارك زوكربيرغ، شحال المكتب كيقرا في الشهر؟ انت كتقرا زيرو، هو المينيموم المينيموم كيقرا 8. واش مارك زوكربيرغ كيتفرج في التلفاز؟ كيتفرج في التلفاز. انت كتفرج في التلفاز؟ واش مارك زوكربيرغ عارف الريال والبارسا وكيتفرج فيهم؟ لا ما كيتفرجش فيهم. واش كيريح في القهاوي وتيبقى مع صحابو بزاف مضيع الوقت في القهاوي؟ واش كيدوز الليل في البيران؟ لا كاع هادشي لا. واش كيتكيف؟ واش كيتكيف في الشوانات؟ واش كيستعمل شي مخدر؟ يعني شوف كاع داكشي، شوف انت شنو كدير شنو ما كديرش، لك واحد الفرق كبير بينك وبين هما الناس اللي عامل كيريح. نسى دابا ترجع لي ايامات الجامعه كي كانت الشخصيه ديالي كنصد على راسو وكاع كيخدم، فهمتي؟ كان جالس قدام الاورديناتور حتى هو تيخدم 14 16 ساعه في النهار. ما عادش تشوفو دابا، دابا باقي كيخدم اليوم هذا باقي كيخدم. رجع لي ايامات الجامعه هما الناس اللي كيفولوو في فيسبوك ساهله، غتمشي للبروفيل ديالو في الفيسبوك غتعرف شكون هما اللي كيفولوو، شكون هما الناس اللي كيفولوو في انستغرام. مشي للبروفيل ديالو ديال الانستغرام راه تكليكي على الجنب كاع اليمين غتجيب لك شكون هما كاع اللي كيفولوو. بيان سور شوف اللي كيفولوو اللي كيتفولوو شي ماشي على مارك بوحدو، اي واحد فهمت، كل واحد في الحياه عنده واحد الرول موديل، واحد القدوه ديالو. هذا القدوه ديالك سير احسن طريقه باش توصل لداكشي هو تشوف شي واحد قدوه، غيكون عندك واحد القدوه وتبدا تقلدو في كل شيء ودير بحالو في كل شيء، وتحاول تكون احسن. قول لي لا ما يمكنش تكون احسن منه، حاول تكون 25% من داكشي. هذا حتى نفس الاستراتيجي اللي كنستعمل، ما نشوفش رول موديل كبير فهمتي، كاين لو رول موديلز ديالي كنشوفهم فهمتي، تنقول هذا خاصني الريتشي 10% ديالو. دونك بالنسبه لهذا العالم والمنطقه فاش تزدت، فاش تزدت والمحيط فاش تزدت والوسط فاش كبرت ودواري زيكي من مراكش منين تزدت، يعني لو وصلتي ل 10% ديال دخوني هذا راه بهرك الحمد لله. وما تزادوا في امريكا تزادوا كذا 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 ما بارك 10%. واخا كنكذب على راسي باي ذا واي كنكذب على راسي. شوف عاود شي رول موديل وخليك من طريقه التفكير القديمه ديال خصني تيكون عندي فيسبوك عاد نولي بحالو. لا ما خصكش فيسبوك، لان فيسبوك جا نتيجه ديال الخدمه ديالو وتمارا والصغير وتمار. واحد الطريقه ديال التفكير، حاول تكوبي الطريقه ديال التفكير، حاول تكوبي الخدمه ديالو كيفاش كيخدم يوم حاجه، الطريقه كيفاش كيفكر، لانه هو ديما تيقلبوا هاد الناس الواعرين كيقلبوا على شي سوليسيون تيشوفوا المشكل عند عباد الله وما كيحلوا المشكل لعباد الله. كتحل المشكل لعباد الله دونك الفلوس كتولي سهله. كيفاش كيحل المشاكل اليوميه حتى هذه مهمه، تعلم منه كيفاش كيحل المشاكل ديالو. تبارك الله عليك، شوف سير اختار اللي بغيتي. هي رول موديل غادي تلقى شي واحد كنت في الطب عندك شي رول موديل، كنت في الميكانيكا راه كاين شي رول موديل، كنت انجينير ديال الانفورماتيك نوبيل تكنولوجي كومونيكاسيون كاين عندك شي رول موديل. اي مجال كاين الكبار ديالو بيان سور، غتختار شي واحد حتى ثلاثه فهمتي، وحاول شوف ثلاثه بهم بجوج بهم بعشره بهم شنو كيديروا دوك الناس. راه ما كايناش شي حاجه جات من والو هكا صدقات لي انسان ديك الكلمه راه ديجا اتفقنا عليها. كاين شي اسم صدقات لي، كاينه الخدمه والالتزام. شوف واش كيخدموا واش كيخدموا واش كيلتزموا، شوف الافعال ديالهم. واش كيعمروا في القهوه بزاف؟ لا. واش كيعمروا بالبيران في الليل؟ لا. واش كيتكيفوا الجوانات؟ لا. واش كيترينوا يوميا؟
ما عرفش على حسب. شوف المهم كاع داكشي واش كيتفرجوا في التلفازه؟ لا. واش كيحلوا؟ واش كيحلوا السيدات الخاويين تيبقاو مضيعين فيهم نهارهم؟ لا. شحال ديال الوقت كيدوزوا في الشاط يوميا الهضره الخاويه؟ لا والو. واش عندهم النوتيفيكاسيون في التليفون ديالهم كتبقى مبرسطاهم النهار كامل؟ لا. شحال من حاجه عطا الله ما تكوبي. يلا طلع لي فرص. هاي برو، واحد الحاجه مهمه، عجبوك ستوريات ديالك، عجبوك الكونتوني مزيان، استفدتي، باغي منك واحد الطلب، باغيك تخلص، فريمون باغيك تخلص، ولكن باغيك تخلص فلوس، انا محتاج فلوس، باغيك تخلص واحد الحاجه اخرى. اللي نطلب منك هو كالتالي، جو سوي سور عندك جوج ديال الدراري صحاب كيسمعوك حتى هما فهمتي كيقلبوا يلقاو راسهم شي نهار وتيبان لك ان خاصهم المعلومه وجي يبدلوا حياتهم. بارطاجي معاهم هاد الستوريات هادو، بارطاجي معاهم جوج ديال صحابك، بليز ما تبارطاجيهاش في شي جروب، ما تبارطاجي حتى في شي بلاصه، بارطاجي مع شي صحاب ونقول لك كيف. ما عمري كنت كنقلب على الكونتيتي، ديما كنت كنقلب على الكاليتي. انا ما فاكين ماركتر، انا اش كندير حياتي كامله دوزتها في الماركتينغ. كون بغيت هاد انستغرام غادي يولي فيه مليون غادي تولي فيه مليون، ولكن غادي تلقى مليون ديال الحراتك. انا ما عمري مهتم بانه يكونوا متابعيني لحراتك، متابع بالكاليتي. غيولي متابعيني مليون واللي مأثر فيهم 100، لا اللهم يكونوا متابعيني 10000 وكنأثر في 1000 واحد، غادي تكون مزيانه. وبالتالي بليز بلا ما تبارطاجيها لا في جروب لا في والو، غادي تبارطاجيها مع جوج ديال صحابك، ما باغيش كثر، جوج بالضبط. غادي تمشي غادي تدوي معاهم، كتبان لك بلي هاد الهضره غادي اللي قلت هضره مزيانه فايده، بارطاجيها مع دوك الناس اللي تبان لك فايدهم، جوج ماكسيموم، جوج واحد ولا جوج ماكسيموم، جوج دوي معاه قول له هاي صافا، اسمع هاد خونا هذا راه قال شي هضره مفيده ولا بودا خصك تسمع ليه الا بانت لك هضره مفيده بيان سور.